عاوزة احكي لحضراتكم على موقف حصل لي في رمضان اللي فات، ويمكن في ناس يكونوا يعني مروا بموقف مشابه في رمضان. عامه نزلت اشتري فاكهه في نهار رمضان وكنت صايمه طبعا. المهم وقفت عند راجل الفكهاني وانا واقفه بشتري وبقلب في الفاكهه، فجت ست لطيفه كده عرفتني ورحبت بيا وبتفرج على برامجك والجو الجميل اللي بيبسطني ده. المهم الفكهاني بعد ما الست لطيفه دي سلمت عليا حاسه كده يعني انه ايه، انا واحده بتطلع في التلفزيون فانشكح كده وزود الاهتمام. وانا بمنتهى الانشكاح برضو سالته بقى، هو العنب ده حلو؟ قال لي اه زي العسل. وفي رد فعل سريع مني وبدون تفكير خالص قلت له دوقني. المهم انا يعني انا في حياتي رمضان من غير رمضان عمري ما دقت فاكهه من عند فاكهاني من غير ما اصلا اغسلها، ولا عمرها ما حصلت ابدا حاجه ما حصلتش. فاللي حصل الراجل بص لي كده بذهول وما اتحركش من مكانه، ولا جه دوقني ولا جاب لي اي حاجه، يعني فضل باصص. والست بصت لي كده وانا كل ده خد ثانيتين وانا عادي يعني بيبصوا عليا معجبين بقى وكده. رحت بمنتهى الثقه قطعت حته عنبيه من عنقود العنب وقمت عاملاها بايدي كده في سابقه الاولى من نوعها وقمت واكلاها. اه معسل فعلا، يلا هات لي 2 كيلو. الراجل وزل لي العنب وحط لي بقيه الحاجات اللي انا اشتريتها وركبت العربيه ومشيت. خلاص وداخله على البيت وسايقه حاجه كده مسكره في بقي كده بطلعها، لقيت قشرة عنبة كده فجأة برقت فجأة وقعدت أصوت في العربية. يا خرابي، أنا فطرت من نهار رمضان؟ أنا فطرت وأنا صايمة؟ يا دي النصيب، أنا فطرت قدام الست اللي قعدت تقول لي برامجك وإنتي أنا فطرت قدام الفكهاني عادي كده، يا دي الخيبة، هيقولوا إيه؟ طيب الناس دي يا جماعة شايفين اللي قدامهم هيقولوا حاجة من تلاتة، دي بكحة قوي، دي فترة ومبينة إنها فترة، دي بتجهر بالمعصية، دي بتفطر قدام الناس. يا عم فتاوى الصيام ايه اللي بتطلع تقدمها؟ دي بتاكل قدام الناس عادي في نهار رمضان. محدش يعني يقدر يحكم عليا ان انا نسيت وما خدتش بالي خالص والموضوع مش في دماغي ربنا سبحانه وتعالى. فالناس اللي مثلا ممكن تقول اصل احنا ملناش غير الظاهر، الحقيقه انه الظاهر بيبقى حاجه واللي مش ظاهر حاجه تانية خالص. يعني لو اي حد شافني وانا باكل في نهار رمضان هيقول دي فتره، إلا ربنا سبحانه وتعالى اللي عارف إن أنا نسيت خالص وسهوا غصب عني كلت عنبية من غير ما أخد بالي وأنا مغيبة تماما. ربنا يكتب لي اليوم ده صيام يعني أتمنى. طبعا الواحد بيعوض أيام ممكن تبقى زيادة يعني، إنما ربنا عالم بنية كل واحد، وبالتالي إحنا ملناش غير الظاهر. دي مقولة غلط، لانه المظاهر خداعه وبتبين حاجه غير اللي جوه البني ادم. والحمد لله انه الجنه مش بايد حد بياخد بالظاهر، والا كنا كلنا اتشوينا بقى. يعني لو بايدين الناس كده وقعدوا حكموا علينا بالمظاهر وبالظاهر، لا لا لا، يعني الرحمه مفيش في ايديهم رحمه، هم يعني ماسكين على الرحمه دي كانهم يعني ايه بخله جدا فيها. انما دي حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى اللي عالم بدواخلنا وبواطن الامور وما تخفي الصدور، ويعني احنا راضيين بحكم ربنا ومتعلقين برحمته. هنكمل سلسله حلقات الجنه. احنا بقى هنتكلم عن ايه؟ عن شكلنا ومظهرنا وثيابنا في الجنه، وهي كانت سلسله الحقيقه بداناها وانا مستمتعه جدا بيها مع فضيله الشيخ احمد الصباغ. انا بشكر حضرتك يا فضيله الشيخ على ان احنا بنتكلم عن السلسله دي، ان هي سلسله ممتعه ورائعه وفيها معلومات جميله. نبتدي في ثياب اهل الجنه؟ حاضر. اتفضل. توكل على الله. تتوكل على الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ودائما حضرتك نسيتي. أيوة أسمعها بقى. أسمعها. صلي على الحبيب قلبك يطيب. صلى على الحبيب قلبك يطيب. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ثياب أهل الجنة، وقبل ما نقول ثياب أهل الجنة تعليقا على موقف حضرتك. أنت حضرتك سيدنا النبي قال في الموقف ده واللي يقع في الموقف ده. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربنا من كرمه ما بيحاسبناش على نسياننا. ده قولا إيه؟ قولا واحدا. انا ماليش بقى علاقه بالناس، انا ليا علاقه برب الناس.